السلام عليكم. This is صلاح الدين from English PZ. واليوم غادي ندويو على الموديول ديال semester 5 major linguistics. Basically we have 6. Phonetics and morphology بجوج بهم شفناهم semester 4. Introduction to linguistics. هذا الموديول بحال تريلر كيبين لنا شنو كيتسنانا في semester 5. وعندنا applied linguistics, educational psychology, sociolinguistics. هاد ثلاثة somewhat they are new. عندنا research project اللي هو something very basic and everyone knows at least شنو هو research. عندنا phonetics. Phonetics غادي نشوفو how to describe sounds, manner, place and the voicing. هاد ثلاثة د الحوايج كنسميوهم parameters, يعني باش نوصفو الأصوات كنستعملو place, manner and the voicing, يعني واش الصوت alveolar و bilabial, واش كيتنطق في القدام ديال الفم ولا في اللور, واش voiced ولا voiceless. هاد الحوايج ديجا شفناهم, ولكن شنو هما الحوايج جداد؟ It's the distinctive features, and in this you will basically assign each sound مع واحد unique features و غتستعمل واحد set of symbols. Let's take an example. عندنا الفاول E مع الفاول U, شكون فيهم اللي عندو الفيتشر ديال roundedness, يعني اللبس ديالنا كيكونوا دائريين round. It's the vowel U. هاد الفاول غناخدوه وغادي ندير وحده فيتشر ديال round ونكتبو وحده plus زائد. زائد يعني عندو ديك الحاجة, ناقص يعني ما عندوش. كنديرو plus round عندو, minus يعني ناقص round إلا ما عندوش. This is phonetics. و الإكزام كيكون بحال هكا, شكل أسئلة و كنجاوبو عليهم بحال هاد الشكل. Morphology is also the same. It's very basic. كنشوفو structure of words and rules of word formation. هادشي اللي جات في نفس semester 4, ولكن غنتعمقو فيه ونشوفو some details. هاد ال rules of word formation we also call them processes. Processes بحال derivation, inflection or also compounding and so on. بحال هاد الكلمة دابا ديال words, عندنا word اللي هو الأصل, this is the root, وزدنا ليه s as a suffix. You will do the same, ولكن هنا غنوصفو كلمات اللي غيكونو معقدين شوية using tree diagrams. شناهي tree diagram؟ tree diagram كناخدو كلمة بحال unhappiness, كنقسموها على شكل شجرة. شكون اللي بدا؟ عندنا un زيناها مع happy, unhappy, وبقات adjective. زدنا لها عاوتاني ness, unhappiness, وبقات لينا ولات noun. This is the process of creating this word. والإكزام كيكون very basic in terms of questions and exercises to answer, بحال الشكل ديال phonetics. Applied linguistics هو واحد الموديول اللي كيكون نعتبروه جديد شوية, كنتعاملو معاه بحال أي موديول. كنشوفو definition, history والbranches. وملي كنشوفو هاد الموديول it's very fun because it's real in real life. يعني شناهي definition ديالو؟ It's a field of study that deals and offers solutions to real life problems, مشاكل في العالم الواقعي اللي عندهم علاقة باللغة. إذن هذا هو الاختلاف ما بين دوك جوج اللي شفنا ديال linguistics, يعني morphology and phonetics, مع applied. Applied كيشوف الواقع, بينما جوج الاخرين كيشوفوا غير theories, غير اللغة بوحدها وما كنتعاملوش مع الناس. For example, عندنا دابا يعني واحد المشكل ديال ان عندنا واحد الطلبه their pronunciation is perfect, ولكن ملي كيجيو يكتبوا عندهم مشكل في الكتابه, كيديروا اخطاء بزاف. شنو هو السبب؟ هذه عندنا ظاهره وغنلقاو لها الحل بفضل applied linguistics, theories ديال applied linguistics. ومن ناحيه البرانشز ديالها عندنا بزاف. هنا غتشوفوا هذه الكلمه اللي شفتوها ديجا اللي هي interdisciplinary, مينين متشعبه, عندنا بزاف ديال الشعاب, psychology even medicine. الناس اللي عندهم مشكل في الهضره كيدويو كيتلاتلمو بحال dyslexia or other problems. كنستعنو بالخبره ديال الطب باش نلقاو الحل لهاد المشاكل. So this field is very interdisciplinary, but من بعد هذا غيولي ليه challenge, وغادي نلقاو فقط teaching اللي غادي يبقى تحت applied linguistics. That's why دابا ملي كنسمعو applied linguistics الدماغ ديالنا كلنا كيمشي للteaching. والحاجة اللي غادي ندويو عليها بالضبط هي English Language Teaching اللي هي ELT. عقلوا على هذا المصطلح كيتعاود بزاف. وبالضبط غتشوفوا Second Language Acquisition SLA Theories, يعني النظرية ديال كيفاش كنتعلموا لغة أجنبية. ومن ناحية الإكزام كيكون very simple, you will have to write an essay
answering one of these topics. وغالبا من المفترض انكم تعطيو examples باش تخليو المصحح يفهم بلي راكم فاهمين علاش كيدوي الموديل. For educational psychology, كما قلنا educational psychology شعبة من applied linguistics بحالو بحال socio linguistics, ولكن من بعد غادي يوليو independent مستقلين. هنا غنشوفو حوايج عندهم علاقة كيف ما كيقول الموديل education and psychology. What makes a good teacher, شنو هما foundations of teaching, شنو هما theories ديال development. Development كنعنيو بها كيفاش كنتعلمو, ماشي فقط اللغة, كنتعلمو ندوي والحركة نفكرو, all of the abstract things that have to do with thinking. هنا عندنا جوج ديال الآراء اللي هما كبار بزاف اللي هما بياجي and فيغوتسكي. بجوج بهم كيديو على development. بحال مثلا بياجي كيقول لنا بلي راه الطفل ملي كيتعلم كيدوز عبر مراحل, وما يمكنش للطفل ديال 5 سنين يتعلم شي حوايج اللي كاينه في المرحله ديال الطفل ديال 10 سنين. حيتاش الطفل كيدوز عبر مراحل. Also you will see student diversity, يعني بلي راه التلاميذ عندهم different types of intelligences, كل واحد والذكاء ديالو وكل واحد كيفاش كيفضل يقرا. كاين اللي عزيز عليه اللمس, كاين اللي عزيز عليه السمع, كاين اللي هو visual learner. Also عندنا motivation. Motivation يعني كيفاش تموتيفي students to learn, شنو هو الاصل ديال الموتيفيشن وشنو هي افضل طريقه باش تحافظ على الموتيفيشن. وبالنهايه الاكزام كيكون غالبا على شكل سيناريوز, and you will have to answer these scenarios, اما على شكل كوسي ام ولا باراجراف or something else. Basically you just have to understand, that's it. الموديل الجاي عندنا سوسيو لينغويستكس. من الاسم ديالو عندنا سوسيو اند لينغويستكس, يعني كيفاش society affects language. This is what you will study. بحال مثلا عندنا language مع dialect, شنو هو الاختلاف ما بيناتهم. Spoiler alert, language dialect بحال بحال. كاين عندنا واحد القولة في sociolinguistics, a language is a dialect with an army and the navy. إذن اختلاف ما بيناتهم فقط الأسباب سياسية واقتصادية. إذا كان عندك dialect which is very powerful مثلا في هذا المجتمع وعندهم اقتصاد كبير وعندهم الجيش, راه غادي تولي لانجويج, غتحول لنا دايليكت من لانجويج. هذا البروسيس كنسميوه ستاندردايزيشن, يعني هاو تو ميك ا لانجويج ستاندرد. اند اولسو عندنا ظواهر اخرين مختلفين بحال البيجين الكريول. بحال مثلا عندنا جوج ديال الشعوب ا و بي, وما كيديوش بنفس اللغه, ولا واحد فيهم كيديو باللغه ديالهم مختلفه. اذا عندنا واحد الضروره ديال انهم هاد او بي يتلاقاو بسبب مثلا الكوميرس اور بيزنس, خاصهم يدويو, ما كاين حتى لغه باش يدويو بها. كتنبات لينا واحد اللغه جديده اللي كتكون فيري سيمبل وما كتنتمي لا ل بي. هاد اللغه كنسميوها بيجين اند كريول, اند يو ويل سي ذا ديفرنس بيتوين ذا تو. ذن شنو وقع دابا؟ سوسايتي افكتد ان شيبد لانجويج. عندنا ظواهر اخرين بحال كود سويتشين in code mixing. بحال مثلا ملي كندوي انا كنشرح من كنبدل من اللغه العربيه للانجليزيه, sometimes french or even اللغه الامازيغيه. كاين عندنا واحد يعني البروسيس ديال switching. Some people do it for different reasons and you will see this. بحال مثلا prestige, to explain, to make someone feel closer to you and so on. عندنا بزاف ديال الاسباب. وعندنا بخلاصه society هي كتاثر على اللغه. بالنسبه للاكزام كيكون اما على شكل مالتيبل سوش كويشنز يعني كو سي ام, ولا على شكل باراجراف وان ايساي او ايفن بوث. الموديل الجاي عندنا ريسيرش بروجيكت. اغلبيه كتكون عنده واحد الفكره على ريسيرش ولكن ما كتكونش واضحه. هذا هو الهدف ديال الموديل. سيمستر 5 كيعطيكم واحد يعني تولز على كيفاش تقدروا الريسيرش ديالكم. ملي كتكونوا مثلا في سيمستر 6 قالوا لكم خاصكم تقدروا بروجي, الاسئله اللي كيعطيوها في بالكم منين غنبدا, شنو هي الحاجة الأولى, كيفاش نقاد كويشنير, كيفاش نجمع المعلومات, كيفاش نقاد يعني لي دوني ديالي, كلشي هادشي غادي نجاوبو عليه. يعني شنو هما ستيبس ديال الريسيرش, شنو هما ستيبس منين كيتكون هداك البي اف او اللي كنسميوه بروجي فان ديتيد ولا اند اوف تيرم بيبر. شنو هما التايبس اوف ريسيرش, يعني شنو هما الانواع ديال الريسيرش, واش الريسيرش كيكون واحد الشكل ولا عندنا بزاف ديال الانواع. وهنا غنشوفو داكشي اللي كتسميوه كويشنير وانترفيو, كنسميوهم في اللغه ديال الريسيرش داتا كولكشن انسترومنت, يعني شنو هما ديك لي زوتي اللي كنستعملو باش نجمعو لي دوني. عندنا ماشي غير الكويشنير, عندنا بزاف, وغنشوفو كلهم شنو هو الاختلاف ما بيناتهم,
باش هادشي غيساعدنا في سيمستر 5 سيمستر 6 سوري نعرفو شنو هي افضل وحده نستعملوها. وهادشي كامل عرفناه كيبقى نكتبو واش نكتبو يعني بالفونت يكونوا نيو تايمز رومانس ولا سامثين ايلس. هنا كيجي اي بي اي ستايل اذن امريكان سايكولوجيكال ستايل. اذن هنا عندنا واحد الطريقه موحده باش نكتبو بها. And this is the purpose of this module, to explain how to do research, the steps of research, and everything to make it scientific. That's it for research project. وبالنسبة للإكزام كيكون على شكل يعني واحد السيناريو إلا كنتي غتقاد البروجي كيفاش غتقادو وتجاوب عليه بحال هكاك، ولا على شكل غالبا multiple choice questions يعني كوسيم. Thank you for watching. Stay tuned for more videos.